أيام قليلة وتنطلق الانتخابات الرئاسية بالداخل، وسط اهتمام كبير من المجتمع الدولي نظرا لما تمثله مصر من ثقل دولي وإقليمي لا يخطئه ناظر. انتهت كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية بالداخل والتي تنطلق الأحد القادم وتستمر لمدة 3 أيام. الانتخابات الرئاسية تشهد منافسة بين 4 مرشحين، على رأسهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ثم المرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي حازم عمر، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة. الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تقديم كافة التيسيرات لجميع فئات المجتمع وفي قلبها ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل المشاركة الفاعلة بالانتخابات الرئاسية. المصريون في الخارج سطروا ملحمة وطنية بالإقبال على التصويت وممارسة حقهم الدستوري، ما يؤكد مدى الوعي الجمعي الكامل للمصريين. في ظل تحديات كبيرة تحيط بالوطن، تنطلق الانتخابات الرئاسية في الداخل وسط دعوات للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية لمواصلة مسيرة التنمية والبناء واستكمال مسيرة الديمقراطية.